ماشي يا دكتور. السلام عليكم يا اخوانا. دي مقابل بر اللي ما ابيض كبر ماشي، اي زول عنده حاجه مسروقه في القريه العراق هي دي الحاجات. حضرونا في ما ابيض ولا بر هنا في المقابر موجوده اللي هو جنب كبر المنشيه مربع 9 قرنفلي والمنشيه ذاتها. في ثلاجه دي صغيره مني، ثلاجه شاب مني وشنط جاهزه ملانه، ما اعرفها كانوا اسياد مجهزينها ولا اسياده الناس اتسرقت ملتها. لو في زول قريب انا شوف الناس تعمل حسابه برضه. يا شباب السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سبق وناشدنا قبلك انه في حاله بتاعت وفاه في بر الامام، في المقابر بتاعت بر الامام، والناس تيجي تساعد وكده. فاثناء تواجدنا بالمقابر عدد من عصابات النقص جات نهب الحاجات دي، شال الشنط دي. ومع انه المجموعه في المقابر ما كانت كثيره، لكن الحمد لله رب العالمين استرضينا لهم وشلنا الحاجات منهم. هذه كلها عدد 2 ثلاجه، دي واحده، دي واحده شارب جديده، ثلاجه هناك شارب جديده، ثلاجات كلها جديده، شنط برضه جديده، شنط دي ملانه معبيه كلها. الناس كانت بتحفر في قبر اخواننا عشان في حاله بتاعت وفاه، وكنا ناشدنا الناس قبل انه الناس هي تساعد الناس وتحفر، لكن كتر خير الشباب هنا والاولاد ناصر هنا ما قصروا، صدوا للجماعه ديل وقبضنا الشنط دي كلها. السحاليه موجوده في مقابر بر الاماب، وعلى المواطنين بر الاماب والمنشيه توخي الحيطه والحذر، الحذر الشديد يا اخواننا. الحاجات دي الشنط دي احنا الان حد الان ما فتحناها ولا شفنا اذا كان فيها ناي، اذا كان فيها حاجات جوا ما عارفين مقتنيات شنو، ما عارفين حاجات شنو. المهم الحاجات دي هسه حتكون في ايادي امينه وحتكون محفوظه.